عمل تعديلات وضبط ألوان الصورة. في قسم الأزنتول، لو كنت أنت محول على الأزنتولز راح تلاحظ أنه عندك تبويبين، تبويب خاص في اللايبريز والتبويب الخاص في الأجسمنت. التبويب الخاص في الأجسمنت هو راح تجد فيه مجموعة من التأثيرات التعديلات على الصورة بشكل عام. طبعا هذه تسهل عليك الوقت وتختصر عليك الوقت، يعني بشكل عام أنه توفر لك، يمكن أنه تغير الإعدادات بصورة سريعة. فإحنا الآن راح نتعرف على كيفية ضبط إضاءة الصورة من خلال البرايتنس ومن خلال الليفلز. طبعا كل تأثير من هذه التأثيرات لما تضغط عليه فهو راح ينشئ لك طبقة جديدة مع التأثير، وراح يفتح لك نافذة البروبرتيز الخاصة في هذا التأثير. فيمكن أنه تضبط التأثير بصورة يعني أوتو، أو أنه هو يوفر لك مجموعة من التأثيرات الجاهزة، أو يمكن أنه تخصص من خلال المقابس أو البروبرتيز الخاصة في هذا التأثير. فيمكن أنه نقلل من الإضاءة، أوكي، ونزيد مثلا من الحدة. ولاحظ في الأسفل عندك هنا أنا حذف لهذا التأثير والطبقة، يعني لاحظ الآن delete the adjustment layer، ويمكن أنه تعمل toggle لهذه اللاير، يعني إزالة التأثير بشكل مؤقت كإي عين. يمكن أن تعمل ريستارت ومشاهدة التأثير. هذا بالنسبة إلى البرايتنس. لما تضغط على الليفلز أيضا راح يفتح لك إيش؟ راح يفتح لك ينشئ لك طبقة جديدة ليفل 1، وراح ينشئ لك التأثير الخاص في الليفلز. وتلاحظ أنه في الأعلى عندك بريست. بريست معناه أنه موجود سابقا، يوفر لك البرنامج. فلما تبدي أنت تختار أي واحد من هذه الثيم اللي هي موجودة أو السيتنج اللي هو يوفر لك إياها البرنامج، يمكن أن تتنقل من خلال الأسهم بصورة سريعة، أو يمكن أنه أنت تعملها ديفولت وتبدي بتغيير السيتنج اللي هي موجودة عندك. طبعا بالنسبة للليفلز فهي تلاحظ أنه عندك 3 مقابس مع الألوان، فيمكن أنه تبدي بتغيير المقابس لزيادة يعني تقليل الإضاءة والحدة الخاصة في ضبط الألوان. هذا بالنسبة إلى كضبط للإضاءة. إضافة لذلك أنه إحنا قلنا أنه ينشئ لك طبقة وتأثير. لاحظ الآن لما أحذف هذه الطبقة والتأثير فراح يسألك أنه تحذف اللاير ماسك، تحذف الماسك، تحذف التأثير، أوكي. فالآن أصبح عندنا فقط طبقة بدون تأثير، وهكذا يعني هذا الشيء يطبق على كل أنواع الأجاسمنت.